أنا محمد سويدان وأنا طبيب نفسي. بعد ما خلصت كلية الطب كنت أبي أصير جراح مخ، وكنت دائما مهتم بالمخ كعضو بالجسم، ولكن اكتشفت أن الجانب النفسي من المخ اللي هو السلوك، الإدراك، المشاعر همني وايد أكثر من الجانب الجراحي. شفت مريضة كان عندها مرض ثنائي القطب، كانت تصرفاتها تماما متغيرة عن طبيعتها، وبناء على هذه التصرفات حياتها كانت مدمرة. بدأت أفكر أن كيف تغيير كيميائي داخل مخها أثر على سلوكها، أثر على تفكيرها. فمن يومها أنا أبسست بهذا الموضوع، أن كيف التغييرات هذه بالمخ تأثر على حياة الإنسان. أول شيء أن الواحد ما يكون دائما بالأماكن اللي هو متعود عليها، فلازم تكون حوالي ناس وثقافات مختلفة عنك. رقم اثنين، لازم يكون عندك تفكير نسمي divergent thinking أو تفكير انشطاري، والفكرة أن يكون عندك نقاط بعيدة عنك تربطها ببعض. والجانب الثالث أن الواحد ما يخاف من الفشل، وبالعكس يكتشف أن أنا متعلم من الفشل، هذا أكثر شيء يؤدي إلى التفكير المطاطي والإبداع.